من قبة
اشهر وقديس بطرس كان ميكلانجلو إنسان يتعامل بطريقة متعجرفة مع الآخرين، وكان غير راضي عن إنجازاته الشخصية، وكان يعتبر منظر الفن أحاسيس داخلية متأثرة بالبيئة التي يعيش فيها الفنان. على النقيض من أفكار ليوناردو دافنشي، فقد رأى ميكلانجلو الطبيعة عدوا للفن ويجب القضاء عليه. لذلك نلاحظ أن منحوتاته تنخر على هيئة شخصيات قوية ديناميكية منعزلة تماما من البيئة المحيطية الشخصية الرئيسية. كانت فلسفة ميكلانجلو الإبداعية تكمن في تحرير الشخصية المحبوسة في رخام التمثال، وكان هو نفسه مقتنعا أن لكل صخرة تمثالا مسكونا بداخلها، وأن وظيفة النحات هو اكتشاف التمثال في ثنايا الصخر. ميكلانجلو والهندسة المعمارية. المكتبة الأنيقة. مشروع المكتبة الأنيقة المتعلق بكنيسة القديس لورينزو، فكانت التي جاورت الكنيسة، ومن خلالها برهن ميكلانجلو على قدراته المعمارية، حيث قام بدءا من خلال هذا العمل وما تلاه من أعمال معمارية بخلق منهج خاص به، حيث دمج نمط الأعمدة المتجاورة مع الأقواس والأكواد والمثلثات، وقام بحرفها وتنصيبها لتعطي شعورا موجيا متدفقا من خلال مدخل المكتبة. يستطيع المرء أن يرى وبوضوح كيف تم استخدام الأعمدة جزءا من الجدار وليس شيئا منفصلا عنه. ومن خلال البروجات والسلالم تظهر لمسات ميكلانجلو بجعله الدرج محنيا ومكورا بشكل يعطي إحساس بأن الدرج تفيض للأسفل وبشكل أرضاني وليس للأعلى، وإضافته للدرجات المستقيمة على الجانبين تجعل الناظر يشعر بانجذاب بصري نحو الصمود على هذه الدرجات. الدائية القديس بطرس التي تم تكليف ميكلانجلو بإكمال التصاميم المتعلقة به، وكان الباغي يوليوس الثاني في البدء قد كلف بهذا العمل منافس ميكلانجلو في ذلك الوقت، وهو دوناتو برامانتي، وذلك في سنة 1506، حيث صور برامانتي الكنيسة على شكل الصليب الإغريقي المتساوي الأطراف مغطاة بقبة ضخمة. وعند وفاة برامانتي سنة 1514 كانت الدعائم فقط قد أنجزت. بعد ذلك توالى عدد من المعماريين على بناء هذه الكاتدرائية، وفي النهاية وصلت إلى ميكلانجلو الذي عاد إلى تصاميم برامانتي، فقام بتعديل التصاميم فضغط حجم الكنيسة وحرر الدعائم موحدا المنظر الخارجي مع أعمدة ضخمة ناتئة ذات رؤوس مستدقة اختتمها بواجهة مثلثة، وحول قاعدة القبة مدد الأعمدة الناتئة بأعمدة مستدقة بالكامل متصلة بالقاعدة. وبالنتيجة كان ميكلانجلو قد حل على بناء يعطي مظهرا معقدا يوحي بالقوة والمرونة بذات الوقت. بدأ العمل على تصاميم هذا العمل خلال سنة 1539، ولكن أكملت فيما بعد على يد آخرين. بدأ ميكلانجلو بإعادة التصاميم لهذه الساحة بدءا من قاعدة التمثال الروماني البرونزي الإمبراطور ماركوس وهو على ظهر حصان، وإنشاء واجهات جديدة متطابقة للأبنية المتقابلة، ونهاية سلالم عارضة تسهل عملية الوصول للساحة. القاعدة البيضاوية التي قام بتصميمها للنصب التذكاري أصبحت مركز الساحة التي نقشت نقوش بيضاوية متداخلة على شكل تموجات ومشكلة خطوط متقاطعة، مما يسبب خداع بصري للقادم عبر الدرجات فيشعر بدوار بسبب التداخل البصري. استطاع ميكلانجلو إضفاء الحيوية والديناميكية ببراعة على هذه الساحة، مما أعاد الأهمية إليها وجعلها تستعيد هيبتها السياسية والمدنية لتصبح قلب روما من جديد. الوفاة 18 فبراير عام 1564 في روما. سبب وفاته عدوى واختناق، وهذا
هو بريح ميكيلانجلو بكنيسة الأقدس، فقد وافته المنية في روما، وقد طلب أن يدفن جثمانه في فلورنسا بلدته الأم، وتم نقل جثمانه بناء على وصيته.